تنقص بالدنيا. كاين فيديو دا بيسري في بركان وخانك يحيى على بيسري كان راكب معاه. لحني الله رحيم انا كندوري تقاشر فوسط بركان روس كندوري تقاشر. شي واحد ما عندوش شي درهم يعني خصهم يسعوا. كيبو ما سخص علينا حتى شي واحد. شي واحد يقول لي واش مشينا مزيان واش يدك كتهزا واش ما كتهزاش ما كاين حتى شي حاجه. دابا يدي على 30000 قالوا دابا يدي ما رجعش ب 30000. وصلنا مبركان تفرقنا كلها فين فين مشى هو ملي تفارقنا ما عرفش ني مشاينش ني مشاي ما المهم هو مشى كيستعمل شي حاجه في الطريق صافينا تما مبركان صافي تفارقنا هو ما عرف فين مشى سرد واحد ربع الدراري من الدراري اللي رد معاه في الترونسبور فهمتي ولا خمسه من الدراري اللي رد معاه في الترونسبور بقاو واحد هو واحد جوج دراري في الترونسبور كيقضيو الشغل ديالهم كانوا يستعملوا داكشي اللي كانوا كيستعملوه المهم هما راه كاين فيديو الى كاين فيديو د بيسري في بركان واخا انا كيحيى على بيسري كان راكب معاه عيط لي في التليفون قال لي صاحبي الا ما جبتي شي ديك 300 درهم راه حتى شي واحد فيكم ما يركب معايا في الترونسبور وكيسب المهم كيشتم فينا بقيت كنفتش على المهم ديك خمسه د الناس اللي هو صيفطهم معانا مشاو صافي تمسخوا ما كاينينش في الكامبو دابا هذا مشى معاه في الترونسبور واحد هو انا مشى معاه في الترونسبور رجع لقينا حنايا بقينا حنايا ديك الساعه ما خلوناش يخرجوا في الدقائق الاخرى بارديدو حنا ديك الخارجه اللي خرجنا كنجريو بالزربه ما جامعينش بعطيتنا فهمتي خرجنا كنجريو وحنا سبقنا نابل نابل دور واه شي الدراري تما بركنا ولا الترا تبركان المهم هما داو له بوفاندا بقاو كيضربوا ضربوا واحد الضربه هنايا طاح قدام الشرطه تما كعيطوا امبولانسي انا طلعاتو حنا كنعيطوا له في التليفون كنقولوا له اجي راه صاحبنا مضروب اجي راه اعتقد الدراري اللي مسيبه هنايا ديها كيقولنا والله ما تجيبوا لي فلوس تنهود نضرب نعمل نفعل وعندي عندي اوديوز ديالو كيهددني فيهم عندي بزاف الحاجات ديالو هنايا كيهددني فيهم اين مزيون باقي ما جيتيش سي عندك يا جرك عامل ديكلاراسيون سرق وا سرقتكم ورا مزيا عندي الطوموبيل بلا ورا قاجي خاوة قاجي هي جيران قف معك في الليل محكابة قف معك عندو وبرا من عام جيتينا والله الخاوة تنقص بك في حياتك وقال انا ابن عودان والله تنقص بك في حياتك تكذب عليا يبقى عندك العيب يبقى مزربة انا فاريتا مع موتينا بقيتي في العيب والله تندرى وعدم ديكلاري اول مشكل هو نابل فهمتي الضربه اللي في يدو العصبه مشات والعرق تاهدا ابار مشكل ديالنا اللي خلانا حنا 11 الناس مسيبين في وسط بركان لحني الله رحيم انا كندواري بتقاشر في وسط بركان كنت كندواري بتقاشر شكون اللي عطينا فلوس شكون اللي تساعد معانا شكون اللي يتعامل معانا ما كاينش هادو مسيبين في محطه بركان مع عشره بهم ما عندهم حتى درهم حتى شي واحد ما عنده شي درهم يعني خصهم يسعوا دانا رزقنا دان الدراري انا دا لي سبردينا ديالي دا لي حوايج ديالي في الطونوبر ودوك الترونسبور فهمتي ومشى في حالو ما خلى لي والو المهم دانا بياس ديالنا خلانا مسيبين فحال الحومق تمكنا اننا نرجعوا لطنجة اللي مسلف الفلوس اللي عطي التليفون الملكر كاين اللي مشى سعى فلوس كاين كل واحد وش نعمل فهمتي حنا بربع بينا ما بقينا مسيبين تما حنا البارح وصلنا لطنجة فثلاث ايام وحنا في وجده مسيبين في محطه بروده الزنقه ما كاينش شكون اللي يعتقك ما كاينش شكون اللي يرحمك ما كيبو ما سقس علينا حتى شي واحد فهمتي ما كاينش شي واحد لا يعيط قال لك كنتو كتصدموا معانا كتمشيو معانا ولا شي حاجه ما كايناش ماتو ست خطنا في 29 شهر 10 عاود دابا الحادثه ما قيمه حتى شي واحد عنده شي شي واحد يقول لي واش مشينا مزيان واش يدك كتهزا واش ما كتهزاش ما كاين حتى شي حاجه دابا 30000 دابا يدي على 30000 قالوا لي دوري الدماء رجعت 30000 جيت نقول لكم دابا بان دابا هاد السبب ديال العطب هاد الشيء هذا كامل وقع لنا بسبه ديال شي فور راه بسبه ديالو تشردنا 3 ايام وحنا مشردين في بروده ما عندنا ما ناكلو بزاف د الحوايج بسبه ديالو اليد ديال الاخ ديالنا نابل مشى بسبه ديالو هاد الشيء هذا كامل راه لا حول ولا قوه الا بالله هاد الشيء اللي كاين انا كنت مع خوتي في بركان سنه طلعت معاهم صافي مي وقع العطب من الاخ ديالنا نابل صافي عاودنا بحالنا واخا انا كان معاهم في الترونسبور قال لهم لي سنا عاودت معاهم في الترونسبور صافي طلعنا في الترونسبور الدراري مسكينه بقات تما مشرده صافي عاودنا بحالنا في الترونسبور شي فور كنعمل المخدر ديالو يربي يحفظ بردات الوالدين كنا نعملو اكسيده فواحد الرامبوان كان ما يجيب 130 الضبابه والطريق ما كيبان والو كنا نعملو اكسيده الله يحفظ
ويا برضات الوالدين الحمد لله ما وقع والو.